وفي شأن آخر، أوضح الناطق باسم الحكومة أن الحوادث التي تقع على الطرق الداخلية للبلاد تتسبب الحفر والحالة الطرقية في أقل من 10% منها فقط، بينما تجتمع عدة عوامل أخرى على النسبة المتبقية. جاء حديث المحن بعد ساعات من تحميل مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحكومة المسؤولية كاملة عن ما وصفته بالوضع المزري لقطاع الطرق والمواصلات. لا أعطيكم معلومتين، واحدة منهم من رد الوزير ان 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 نسبة ذي الحوادث المؤسفة جدا الراجعة الى عامل الطريق انها 9% حسب الدراسات اللي عدلوا هما واللي مقبولة من محاضر الحوادث اللي تعتمد على محاضر الحوادث، وبالتالي النسبة العائدة من الحوادث الراجعة سببها للطريق لا تزيد عن 9%. نزيدكم انا صار معلومة اخرى، ان السلطات الإدارية اعطت لنا معلومات انه اللي الحادث الاخير اللي تكلمتوا عنه يا مصفاق شورقيت ما سبب الطريق بهديك البيده من الطريق ما خاسر ليش.